أهلا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج من الكويت عبر قنواتنا الرسمية. كما تعرفون ويعرف الجميع بأن قوى العدوان ومن يمثلهم في مسار المشاورات السياسية الجارية في الكويت قامت بالكثير من العراقيل وعملت على التعطيل متعللين بالكثير من المبررات الواهية كما هي عادتهم. يرافق ذلك تصعيد ميداني خطير تمثل في تحشيد عسكري واسع في فرضة نهم وصرواح ومأرب وذباب في تعز ومحافظة شبوة وغيرها من المحافظات، مع استمرار الغارات الجوية في أكثر من محافظة وإدخال الأسلحة من مختلف المنافذ البحرية والبرية، إضافة إلى التواطؤ الظاهر للعيان من قبل ولد الشيخ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مع فريق الرياض، ما يؤكد ويتضح جليا أن المفاوضات تمر بعراقيل ومصاعب يحرص العدوان من خلالها على إفشالها وتحميل الوفد الوطني المسؤولية، مع العلم أن العدو ومن خلال مرتزقته هم من يسعون جاهدين لإفشال هذه المفاوضات ويقلبون الحقائق عبر وسائل إعلامهم وأيضا من خلال عملائهم ومرتزقتهم الذين باعوا أنفسهم للشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع وآخر المستجدات يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ الإعلامي والكاتب الصحفي أسامة ساري رئيس تحرير صحيفة المسار ومساعد رئيس تحرير صحيفة الثورة الرسمية. أهلا وسهلا بك أخي. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. إذن فاصل مشاهدينا ثم نبدأ الحوار. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أخي أسامة، وبداية آخر مستجدات المفاوضات بعد تقريبا 15 يوم. أعتقد المفاوضات ما زالت تراوح في نقطة الصفر، لم يحدث هناك أي تقدم ملموس. أنتم تتابعون جيدا المسار الذي دفعنا إليه إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي للأمم المتحدة لليمن، حريصة على أن يظل الجميع يتناقش ويتشاكل حول نقطة تثبيت وقف إطلاق النار كيف تتم، وللأسف الشديد حريص أيضا على أن لا يخرج إلى نتيجة، فهو يتعامل مع يكيل بمكيال في القضية ويقدم نفسه كوكيل للسعودية وكحامل لأجندتها، يدين أي خروجات حتى ولو كانت كاذبة ووهمية تتقدم بها ما تسمى بحكومة هادي إليه في تقرير أن هناك انتهاكات قدموها ارتكبها أنصار الله أن 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 ويخلق حولها ضجة، ولكن تلك التقارير الكبيرة جدا والضخمة التي يعني تصل إلى بين يديه يوميا من اللجنة العسكرية التي هو أقرها واعتمدها وأتمنها ووثق فيها، يوميا يأتي التقرير ب 54 خرق 200 خرق 150 خرق في كل الجبهات، ولكنه يتجاهلها تماما ولا يتحدث عنها وكأن الأمر لا يعنيه. أستاذ أسامة، كيف تفسر عدم السعي الجاد والحثيث لتطبيق وقف إطلاق النار مع أن الوفد الوطني حرص ومنذ اليوم الأول للمفاوضات على تثبيت وقف إطلاق النار ليتسنى الدخول في الحوار السياسي؟ نكون جادين وصادقين في الكلام. عندما ذهب الوفد الوطني إلى الكويت هو يعلم جيدا أن هناك لعبة وخدعة كبيرة تمارس ضده وضد الشعب اليمني بشكل كامل، ولكنه كان ملزما أخلاقيا أن يثبت نواياه وجديته في طلب السلام، فذهب إلى الكويت وهو يعلم أنه لن يخرج بنتيجة، ويعلم أن هناك تحشيد عسكري، ويعلم أن هناك خروجات مستمرة، ويعلم أشياء كثيرة جدا تحدث في الميدان، من ضمنها المخطط الأمريكي الكبير للسيطرة على الجنوب واحتلال عدد من الجزر بما فيها جزيرة سقطرى، لكن هو كان ملزم أن يقدم رسالته الأخلاقية للمجتمع الدولي بشكل كامل أننا لسنا أصحاب مشروع عنف كما تصفوننا، وأننا معتدى علينا، ومع ذلك مرحبين بأي خطوات دولية باتجاه السلام. لهذا كان دائما في كل تصريحات الوفد الإعلامي يتحدثون بأنه على الشعب اليمني ألا يراهن على غير الجبهات. صحيح.
وهذا هو الخطاب الذي ما زال مستمر، وهذا ما يجب أن يفهمه الشعب اليمني، عليها الشعب اليمني. نعم. الشعب اليمني فاهم لهذا الشيء، لا نقول أنه يجب أن يفهم، لأنه فاهم له ومستوعب. الشعب اليمني لدغ في وقت سابق، بالتالي لا يمكن أن تتكرر هذه اللدغة. هناك استعداد كبير جدا في الجبهات، والحمد لله هناك جهوزية عالية على مستوى عالي جدا، بالتالي لا مانع من أنه يكون أحد الأصابع الكفة اليمنية متواجدة في الرياض، لأن الأربع الأصابع الأخرى مستعدة بقبضتها للتصدي لأي اعتداء. لا مانع من ذلك. هم حريصين جدا بالنسبة، تحدث هنا عن وفد الرياض أو عن السعودية والمشروع الأمريكي بشكل كامل، هم حريصين من هذه المفاوضات أن يكسبوا الوقت فقط. آخر معلومة أمنية وصلت إلينا من الرياض قبل يومين، أن هناك اجتماع كبير مع علي محسن وحميد الأحمر وعبد رب منصور هادي وآخرون في الرياض، مع وبحضور أمراء سعوديين من وزارة الخارجية السعودية، يؤكدون فيه على أنه السعودية ستقوم بدور الضغط على ولد الشيخ للمماطلة وتأخير هذه المفاوضات غير المجدية. نعم. لمدة شهر حتى تكتمل الاستعدادات والترتيبات الميدانية لهم، ثم يحملون أنصار الله مسؤولية فشل هذه المفاوضات بحملة إعلامية مصاحبة ستبدأ من بدأت من يوم أمس بالفعل. إذا أقف عند هذه النقطة أخي أسامة، وأنتقل إلى الزميل عبد الكريم الوشلي. أخي عبد الكريم، ماذا لديك؟ الكلمة لك. شكرا أخي عبد الإله، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا حول استئناف المفاوضات والمشاورات الجارية في الكويت وعودة وفدنا الوطني إلى هذه المشاورات، يسعدنا لتحييث هذا الموضوع أن يكون معنا في هذه الوقفة الزميل الإعلامي الأستاذ المحلل السياسي عبد الله صبري. أستاذ عبد الله، ما هي قراءتك لاستئناف المفاوضات بعد العراقيل العديدة التي وضعت في طريقها؟ شكرا جزيلا. الحقيقة استئناف المفاوضات دليل على أن الطرف الآخر، طرف الرياض، كان فقط يستخدم التعليق في إطار ذرائع وهمية لا أساس لها من الصحة، ولهذا هو استجاب بسرعة لضغوط دولة الكويت وضغوط الخارجية، وبالفعل تم استئناف المفاوضات يوم أمس، واليوم هناك أيضا جلسات في إطار مناقشة جدول أعمال المفاوضات. الوفد الوطني هو أكد يوم أمس على أن استمرار الخروقات والتصعيد من الطرف الآخر سيقود إلى تعطيل المفاوضات وإفشالها، ولهذا هو شدد على وقف الغارات ووقف التحليق ووقف الخروقات. وأيضا وفدنا الوطني كان بالأمس يطرح رؤيته للحل السياسي والأمني، وقد نوقشت وتم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان، لجنة سياسية ولجنة أمنية ولجنة عسكرية. من المفترض أن الثلاث لجان تنطلق اليوم لتناقش رؤى الفريقين فيما يتعلق بالإطار العام للحل الأمني والسياسي. شكرا أستاذ عبد الله، وعودة إليك عبد الإله في الاستوديو وإلى مشاهدينا الكرام. شكرا للزميل عبد الكريم الوشلي، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وأرحب بضيفي الأستاذ والصحفي والكاتب أسامة ساري. أهلا وسهلا بك. نبدأ من النقطة التي تحدثت عنها، لأنه اليوم ونحن بعد 15 يوم هناك قوات أمريكية الآن حطت الرحال في منطقة العنهد، وما يؤكد أيضا الكلام الذي ذهبت إليه من الاجتماع الذي حدث في الرياض، نريد التوضيح أكثر. إحنا نرحب بأي قوات أمريكية تصل، فقد رحبنا من قبل بالقوات الإماراتية، بالقوات القطرية والبحرينية. الشعب اليمني شعب مضياف، سيرحب بالعدو والصدوق بالعدو أو الصديق. من جاءنا صديقا فليتفضل على موائدنا وفي بيوتنا ضيفا كريما، ومن جاءنا بسلاحه معاديا فليتفضل إلى مقابرنا، لا مانع لديه. الشعب مضياف في كل الأحوال، لديهم تجربة سابقة. هناك تحشيد حاليا يؤكد على أن السعودية تحت ضغط كبير جدا تواجهه من الولايات المتحدة الأمريكية، من البريطانيين. إنما هو تكشفت الصورة الرئيسية لهذا المشروع، وهي أن بريطانيا تريد أن تعود إلى الجنوب وتريد أن تستعيد سيطرتها وهيمنتها
والعودة بالاستعمار المباشر، وذلك ما أكدته هذه التحركات من هذه اليومين من خلال تحشيد القوات الهائلة من قوات الرينجرز الأمريكية وقوات بريطانيا، وصلت إلى قاعدة العند وإلى المكلا وإلى مدينة عدن، وأيضا يوم أمس تحشيد قوات إماراتية وأمريكية كبيرة جدا إلى جزيرة سقطرى، وصول حامل الطائرات الأمريكية يوم أمس إلى خليج عدن. كل هذا يؤكد أنهم يتحركون حاليا ضمن استعدادات وترتيبات كبيرة لتجديد عدوان ربما يكون أكبر من السابق، لكن بالمقابل هناك جهوزية كبيرة جدا لدى الشعب اليمني وتوقعات سابقة لحدوث مثل هذه الخيانة والغدر من قبل العدو ونقضه للعهود والاتفاقات التي وقعت على أساس التهدئة، فعليهم أن يجربوا حظهم، لا مانع من ذلك. هم أرادوا أن تكون تحركاتهم هذه بعيدا عن مرمى الصواريخ البالستية. كان في السابق أي قوات تصل إلى اليمن لا يعني بمجرد وصولها ساعة تماما ساعتين ويتم ضربها بصاروخ بالستي وتدميرها. هذا ما حدث في مارب، ما حدث في الجوف، ما حدث في شعب الجن، واجهوا خسائر هائلة وكبيرة جدا، يعني الآلاف منهم قتلوا، يعني أكثر من 1000 أو 1500 أجنبي قتلوا تماما في هذه المعارك بالضربات البالستية، ناهيك عن خسائرهم في المواجهات الميدانية. لم يستطيعوا أن يتقدموا شبرا رغم أنهم كانوا يمتلكون قوة هائلة جدا، ولا أعتقد أنهم سيقدمون حاليا قوة أكثر مما كان في السابق.